FM. El Kil Malik. كي ما كل نهار أربعة تكون بحذينا في استوديو شيف سحر حامد مربح صباح النور صباح الفل والياسمين وينك سحر توحشتك حكينا وناس كل توحشتك زيدا توحشوا لي غوسيت نتاعك اليوم سحر باش تدللنا وتعطينا دو غوسيت لي غوسيت هذوما بازي على البركدان اللي هو لازمنا نستغلوه برشا برشا في فصل الشتاء خاطر فيه برشا فيتامينات اليوم نعملوا به دو غوسيت من عند سحر دونك نبداو بالغوسيت الاولى عندنا الفوندون على الاورانج كيما الفوندون شوكولا هو اما ما رضيتش نعمل حاجه نافعه بالبركدان فوالا دونك لازمنا 115 غرام زبده 115 غرام سكر و115 غرام فرينه لازمنا زوز عظمات مغرفه صغيره خميره وبركدانه كبيره فوالا وش نعملوا جلاساج معاها باش نسقيو بها الكيك بعديكا لازمنا في الجلاساج 150 غرام سكر محور وبركدانه كبيره زاده باش نعصروا لها الجو نتاعها نبداو نركضوا الزبده اللي نتولي كريم نزيدوها السكر بشويه بشويه واحنا نركضوا في بالباتور قاعدين نركضوا نزيدوا بشويه بشويه نزيدوا بعديك بالعظمه بالعظمه هذا كله الباتور قاعد يمشي امل نزيدوا العظمه الاولى بعديك نزيدوا العظمه الثانيه كي الخليط هكا يشد بعضه بالكدا نزيدوا الفرينه والجو اللي عصرناه نتاع البركدانه بركدانه كامله نعصروها نعصروا ناخذوا الجو نتاعها واش ناخذوا الزيست نتاعها اكل القش زيست دورانج اكل القشره الفوقانيه نرابيوها ناخذوا الزيست نتاعها الفوقاني هذا كنزيدوه نصبوا الجو نتاع البركدانه ومن بعد من فوق نزيدوا هذا كل شيء تخلط امل في وسط الخليط حتى الزيست باش نخلطوه مع الخليط ونزيدوا الخميره دونك قلنا نزيدوا الفرينه نزيدوا الجو نتاع البركدانه نزيدوا الزيست ونزيدوا الخميره نخلطوهم بالكدا ونحطوهم في المول نتاعنا انا بون عملتهم في مول نتاع كيك اليوم انت تنجم تحط في اي مول مدوره كاغي اللي تحب انت وندهنوها بالكدا في الزبده بالزبده فوالا ونحطوها في الفور باش نخليوها نص ساعه في 180 درجه باه داكو نخرجوها تبدا ديجا سي بون حضرت الكيك نتاعنا وطابت نخرجوها ونحضروا الجلاساج الجلاساج كيفاش ناخذوا 150 غرام سكر محور نزيدوهم الجو نتاع بركدانه نركضوهم شويه حتى يولي عندنا هكا كي جو خاصر شويه فوالا نسقيو به وهي مازالت سخونه ناخذ معناها شطرو نسقيو به الكيك نتاعنا من الفوق نخليوها تبرد والشطر الثاني نكملوا نسقيو به من بعد فوالا كي تبرد على مرتين نسقيوها زين باللي تحب من الفوق تحب الفاكية تحب نحن بالفاكية زينا نحن بالفريوة دونك هكا نجمو نحطو هذه مال بون تنجم سهلة هي وفي ساعتين في سهرية للصغار زيدا عشوية للصغار للقوتي هاكا تعطيهم حاجة نافعة وبنينة وسيغتو مو على الاخر في الفم ذوبة بالكدا معناها تلقى حاجة هكا مو في فمك داكو وسهلة اون بلوس وفي ساعة تتعمل معناها ما تقلقش وبسكو عندنا البركدان تو ما شاء الله ما ينتجش تلقى البركدان دونك اون بروفيت لازمنا نستغلوه بالكدا اون بروفيت مالا فيتامين سي هذاك اليوم حلقتنا برتقالة اليوم البرتقالة باهي داكو هذيا الغوسيت الاولى نتعداو للثانية اليوم باش نعملوا معجون نتاع معجون نتاع بركدان كيما قلت لك زاد اون بروفيت نعملوا شوية معجون نخبيوه باهي ناخذوا كونتيتي نتاع بركدان او علاش نقول لك نيش نعطيك الوزن من الاول خاطر باش نستعملوهم بعد الوزن اي كونتيتي عندك دو بريفيرونس بركدان نتاع عصير اللي نعصروه للجو دورانج داكو اي كونتيتي عندك تغسلها بالكدا 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 وتنحي لها القشره نتاعها مام البيضه القشره الاورانجي والبيضه ونقصوها مرسوات نحيو لها القلوب نتاعها من بعد نوزنو اكل مرسوات فهمتني امل اوكي فوالا دونك نوزنو الحاجه اللي لقيناها بعد ما نحيو القشره والكل والقشور ونقصو مرسوات ونوزنوها به الكونتيت اللي باش نلقاوها مثلا لقينا رطل باش نزيدوه 400 غرام سكر لقينا كيلو نزيدوه 800 غرام سكر انا واش نعطيكم كان لقيتو رطل باش تزيدو 400 غرام سكر وانتوما هاكا الكونتيتي نتاع السكر سولون الكونتيتي نتاع البركدان مقصوص اللي لقيتوها نحطوها في طنجره اينوكس ونغطيوها نخليوها ليله كامله هي والسكر بيان سور والسكر نغطيوه نخليوه ليله كامله كيكا يبات في الوحده نتاعو من غدوه السكر هذاك باش نلقاه هو لا ماء
نحركوه شوية بالمغرفة ونحطوه على النار. النار اللي باش نحطوه عليها تبدأ قوية من الأول، نحطوه على نار قوية لين يغلي. كي باش يغلي باش تطلع كل كشكوشة الفوقانية هكا أفور يا مزيغ، كل مرة نقدر نحيوها كل الكشكوشة أيه دو بريفيرونس نحيوها. وزيدا كي تحسوا فما معناها ماء بزايد نتاع برقدين نقصوا نقصوا باش تخثر من بعد هيك الميلونج نتاعنا يخثر. باهي وين وصلنا يا أمل؟ نقعدوا توا توا وصلنا لنا نحن نقعدوا نخلطوا على الغاز كي يبدا فما برشا بعد ما غليت نحطوها نردوها نار متوسطة خليها بعد ما تغلي نقصوا في النار. اي اي من اللي حاطينها في النار القوية من بعديك نقصوا النار دو طون زون طون حركوا. بعد كيفاش نعرفوا احنا كي تحسها اللي فوق النار بدا يخسر خذ مغرفة خرج حط في صحن، خذ مغرفة صغيرة من المعجون حطه في صحن خليه يبرد شوية. كان لقيته سائل مازال سائل معناها راهو مازال ما طابش، وكان لقيته سي بون خضر معجوننا حاضر نهبطوه. فما كل واحد كيفاش يحب المعجون ديجا، اما احنا كي نمشيو نشريو معجون فما اللي نلقاوه معجون مرحي معناها ارطب وفما اللي نلقاو فيها كل فلا فيه دي مخصوم تاع الغله اللي لقيناه. دونك هنا انت والذوق نتاع العبد، انا مثلا نحبه مرحي دونك نعمل بعد ما طاب نهبطوه بالميكسير نعمل له رحيه باهيه. اللي ما يحبش يخليه كيما هو هكا فيه دي مخصوم تاع برقدان ونعمل له ضربه بالميكسير. اللي باش نعمل له ضربه بالميكسير نرجعوه للفوق النار يعمل غاليه وطب نسكروا عليه ونخليوه يبرد وهكا المعجون نتاعنا معناها نخلطوه ومن بعد نعاودوا نرجعوه فوق النار شويه اللي رحيناه هذوك نعاودوا نرجعوه في النار يعطي غلوه ياخذ غلوه نتاعو ونعاودوا نهبطوه ونخليوه خاطر بعد ما تحيها الحاجه تزيد تخرج ماء تزيد تعطي ماء. دونك رجعوها تزيد تعمل غلوه تنقصك الماء نتاعها. حاجه اخرى اما المعجون هذايا احنا قبيله كيعطينا الفوندون نتاع البرقدين الغوسيت ديما احنا نقولوا الفوندون شوكولا كي نجيو ناكلوه كي نعملوه فك لي مول المدورين اللي كل واحد وكعبته كي نجيو نقصوه يعبط لنا شوكولا من الوسط شهيتك على الاخر. دونك بوركوا با يعبط لنا حاجه برقدين. دونك نجمو اون يوتيليز المعجون هذايا ناخذوا دي مول المدورين نحطوا الخليط اللي عطيته لكم الاولاني نتاع الفوندون نحطوا شويه منه لشطر ونحطوا معاه مغيرفه معجون برقدين في الوسط وكمل الخليط الاخر من الفوق من زيد كوش اخرى من فوق ودخل الفوق كي تخرج اما انت تاكل تعمل هكا يهبط لك معجون برقدين. شتيت هاي الله شو راح نعملها وصحة وبالشفاء. يعطيك الصحة صحة حمد مربح كانت هذه الغسيت الأولى والثانية متاع اليوم. مرحبا بيك. دونك انتم اللي فاتتكم الغسيت نعاود نفكركم اللي تنجموا تدخلوا على السيت متاعنا www.capradio.n وتعاودوا تتفرجوا بيان سور في الروبريك متاع اليوم. احنا بعد شوية نبداو في الجو متاعنا لليوم باش نبدا نستقبل في تليفوناتكم على 72 280 300 باش تجاوبوني على السؤال وتربحوا معنا الكادو المزيان اللي يستنى فيكم. نربحوا عن بيك ديل زعما مش نشارك دونك نحنا توا باش نسمعوا مع بعضنا الموسيقى. نسمعكم جوزيف عطيه يغني لكم تعب الشو. كاب اف ام الكلمه ليك